إن الحج عن الغير يجوز بشروط، وكذلك أسأل عن العمرة هل هي كالحج أم لا، إذ أنني لاحظت أن أناسا يطوفون عن أقربائهم كعن الأم أو الأب أو الإخوة، فما هو الحكم في هذه القضية؟ جزاكم الله خيرا. نعم، العمرة مثل الحج، اشترط في النيابة فيها أن يكون النائب قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، وأن يكون بالغا، وأن يكون قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام. أما الطواف بالبيت فيجوز للإنسان أن يطوف بالبيت طواف التطوع عن نفسه أو عن غيره، ولا يشترط أن يكون قد أدى العمرة عمرة الإسلام، ولا أن يكون قد أدى حجة الإسلام، لأن هذا الطواف تطوع وليس طواف حج أو عمرة، طواف متطوع به وليس طواف نسك، لا طواف حج ولا طواف عمرة، وإنما هو طواف مستقل. يجوز للإنسان أن يطوف عن نفسه وأن يطوف عن غيره، لأن في ذلك الأجر والثواب لمن قبله الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.